واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. أما أنا فها أنا ذا بيدكم، اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم في أعينكم. لكن اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم في آذانكم بكل هذا الكلام. فقال الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء: ليس على هذا الرجل حق الموت، لأنه إنما كلمنا باسم الرب إلهنا. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين: إن ميخا المورشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خرابا وجبل البيت شوامخ وعر. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا وكل يهوذا؟ ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فنادم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا، وقد كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب، أوريا ابن شمعية من قرية يعريم، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرميا. ولما سمع الملك يهوياقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه، طلب الملك أن يقتله. ولما سمع الملك يهوياقيم وكل متأسم بقرا تاني معلش وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه، طلب الملك أن يقتله. فلما سمع أوريا خاف وهرب وأتى إلى مصر، فأرسل الملك يهوياقيم أناسا إلى مصر، الناثان ابن عكبور ورجالا معه إلى مصر، فأخرجه أوريا من مصر وآتوا به إلى الملك يهوياقيم، فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب. ولكن يد أخيقام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوا. يا رب ما أمجدك، يا رب ما أعظمك، يا رب الحياة معاك كلها لذة حتى في الضيق الشديد، وكلها نعمة حتى في الكارثة المحرقة. لأننا بنشعر بقدرتك الكاملة
على تنفيذ وعودك أو تهديداتك، كله بيتم، اللي تقوله لازم يتم، فتزداد ثقتنا بيك جدا، ولا نخاف من أحد، بل نطمئن بناء كلمة الله: إن كان الله معنا فمن علينا. تكلم إلينا رب وعلمنا في هذه اللحظات المخيفة اللي أنت اتكلمت عنها بالنبوة عن خراب أورشليم. ارحمنا يا رب، ارحمنا. تكلم إلينا يا سيد، فنحن عبيدك سامعين. آمين يا رب، آمين يا رب. النهاردة نقدر ناخد عنوان لموضوعنا، يعني عايزين نخلي الموضوع عظة، عنوانه: لا تهتموا بشيء خالص. نشوف، احنا اخذنا المرة اللي فاتت لغاية عدد 13. عدد 13 اللي هو إرميا بيتكلم لما فكروا يقتلوه، لأن هو بيتكلم إن البلد هتخرب، وهم عايشين أحلام سعيدة. إيه الأحلام السعيدة دي؟ الأحلام السعيدة إن اعمل أنت زي ما أنت عايز وربنا يطبطب عليك، مفيش آية تقول كده. كل الكتاب المقدس بيتكلم: خاف الله تلاقي خير، ضد الله تلاقي شر، بس بأي صورة من الصور. لكن ما فيش عمل اللي انت عايزه تلاقي خير، ما فيش حاجة زي كده خالص، لم تكتب إطلاقا. ولو اتكتبت يبقى كتبها واحد مزور، وما تجسرش حتى حد يكتبها خالص في الكتاب، لأن فضيحة. أي حد يراها كده دي مش من الكتاب. لما إرميا يتكلم بالكلام اللي هو هيحصل فعلا لأورشليم، الخراب اللي هيحصل، وحصل أيام إرميا، مش أيام اللي بعد إرميا، حصل أيام إرميا، وإدى الرب إرميا كرامة عجيبة جدا ما حدش خدها قبله. يعني الكرامة دي إن إرميا بيدير نبخذ نصر حول ايه؟ حول ماذا يريد إرميا ان يصنع؟ اعملوا اللي قال لكم إرميا عليه. هل هو انت الامبراطور ولا هو الامبراطور؟ هو في الحته دي هو كلامه يمشي، انا ما عنديش حاجه بالنسبه له، مش بقول لكم تأسروه، لا، ولا تطلقوا ولا حاجه خالص، بقول لكم قولوا له ماذا تريد. ده إرميا ده بقى كبير قوي طبعا. ليه؟ لأن هو تنبأ عني، واللي تنبأ عني هعمله عملته، يبقى بتاع ربنا. يا أخوي ليه؟ حاجة عجيبة، النبوات اللي قالها إرميا وصلت نبوخذ نصر، ومش قادر يصدقها صدقية والجماعة اللي هما ملك بتاع كوتشينة، يعني مش ملك صدقية، ده ملك بس بتاع كوتشينة، ورقة اسمها ملك كده، ورقة يعني، لأنه لا يصدق الله. فبنلاقي في نهاية حرب نبوخذ نصر، اللي هو أنا بيتكلم عن نهاية الحرب، الخراب خلاص، في نهايتها إيه ده؟ إيه ده؟ What is this؟ مين اللي ماسك العالم؟ اللي بيتقي ربنا بس. ماسك العالم مش ماسك نفسه بس. مش مالك مدينة، ده ماسك العالم. حياتي منتهى العجب. فالناس قالوا ده يتقتل الراجل ده، يبقى خلاص ايه؟ شلنا الوهق اللي احنا عايشين فيه. احنا مش عايزين نسمع واحد يقول سلم البلد، وده ما عندوش الا سلم البلد.
لأن البلد خلاص هياخدها نبوخذ نصر، فأنا مش عايزها تتحرق فسلموها عشان يبقى رجوعكم ليها أسهل من لو اتحرقت. وفعلا طبعا يعني نتخيل أنهم سلموها لنبوخذ نصر، هيرجعوا يلاقوها. هم رجعوا بعد نبوخذ نصر، هيرجعوا يلاقوها، لكن مش موجودة البلد خلاص. نبوخذ نصر حرقها كلها، حرقها. مش كده الناس كانوا بيبكوا لما رجعوا، هو فين الهيكل؟ محروق. فين اورشليم؟ محروقه. لان انتوا ما سمعتوش كلام ارميا، سلمتوها لنبوخذ نصر مش هيحرقها، تبقى بتاعته هو الملك عليها لغايه لما ينتهي زمانه وترجع لكم. يا سلام على غباء البشر، على غباء المشهد. الدكتور بشاي بيوعظ مع الشباب، بيحاول يعني ينزل لمستواهم، خصوصا لما يكونوا بيصرحوا كده عشان يصحصحهم يعني. فمره قال تعبير في وعظه ان في ناس مخها جزمه، وقال على بعض يعني الحقيقه ما كنتش حاضر الوعظه، لكن بنته كانت حاضره اللي هي بيكي. فالبنت فهمت الوعظة دي، كانت رايحة مسافرة معايا مصر هناك، فروحنا عند ناس كرماء قوي، فالست من كرامها كل شوية تعزم على بيكي بالأكل، كلي كلي كلي. هناك الناس في مصر يعني طبعا انتم مصريين واحنا مصريين، احنا بنعمل كده مع بعض زمان برضه، ناكل الانسان بالعافيه. ف البنت راحت ايه خلت الوعظه دي وقالت لا قالت لي انت مخك جزمه. ليه؟ لانها مصره على حاجه البنت شبعانه. فالست يعني نشكر ربنا بالها لذيذ واسع، واصله عارفه بيكي ويا رخ صوتية زي نزيه، وتعرف نزيه كويس. فايه بقت بالنسبة لنا فكاهة، كل شوية انت مخ جزم، انت مخ جزم، بقت بالنسبة لنا تسلية يعني. الحقيقة الانسان اللي ما يمشيش، بتكلم كتابيا يعني، على مشيئة الله مخه اوحش من جزمه. ما اعرفش حيوان، بلاش مخه دي، هو حيوان مش انسان. فهنا هم قرروا ايه؟ قال لك احسن حاجه مش عايزين الراجل ده يقول لنا الكلام ده تاني، اللي يسلموا البلد ده. حتى الناس الجيش بيسمع وهبط. ايوه هبط الجيش طبعا. هبط الجيش ليه؟ لان الجيش عقل شويه، مش زي الفلسطينيين دلوقتي. فلسطين دلوقتي بيحاربوا مين؟ بيحاربوا بني اسرائيل. بيحاربوها بايه؟ بالطيارات الورق. وبني اسرائيل بيحاربوها بايه؟ بالانابل. يا اخوي الطيارات الورق تعمل ايه؟ كل شويه يطلع لنا المخ الجزمه ده، ده الطيارات الورق ارعبت اسرائيل، ترعبهم في ايه؟ الانسان ربنا خلق له مخ علشان يوزن بيه الامور. اوزن الامور. وقلتها كذا مره وانا بحترم هذا الراجل، مع اني مش فاكر اسمه ايه، راجل مصري صحفي وسياسي شويه، وجايز له علاقه بالجيش بحاجه مش فاكر وظيفته ايه يعني. بيتكلموا معاه في قناه من قناه المدينه، يا بقى ايه رايك في الموضوع الفلسطيني زمان من حوالي كذا شهر يعني. قال لم اجد فلسطيني عاقل في حياتي. يا نهار اسود. قال كلهم مش عاقلين. ليه؟ لأن القوتين عكس بعض خالص. دي قوة طيارات ورق، وذوك قوة قنابل هيدروجينية وذرية، ومع ذلك مصرين يحاربوه. بني إسرائيل عايزين طبعا يعيشوا شعبهم في سلام، مش عايزين أي اضطرابات يعني.
فممكن يساعدوهم، ما فيش فايدة. لازم الفلسطينيين يبتدوا بضربهم بأي وسيلة من الوسائل، صواريخ صواريخ يخترعوها. وكان وقتها كان إسرائيل عملت حرب على فلسطين وخربت غزة خالص خالص، ما فيهاش ولا ماسورة مية ولا حاجة، شارع ولا حاجة خالص. جمعوا شوية عرب كده قالوا لا احنا نديها ونبني ونعمل. رفضت اسرائيل تتبني، ما تبنتش غزة، ما تبنتش لغاية دلوقتي من الحرب دي. فالراجل بيعلق في قناة الميادين، الآدي اللي خدوا لا عندهم بيوت ولا عندهم سكن ولا عندهم حاجة، ودوكم خسروا ايه؟ خسروا صفارات انذار قال بيزعجوه، ما خسروش حاجة، لأن الأسلحة الفلسطينية لا تضر اليهود، والأسلحة اللي عند إسرائيل تخرب بيت الفلسطينيين كلهم. مفيش عقل، ايه العقل ده؟ اصطلحوا. هنا العقل بتاع اليهود يعملوا ايه؟ لا ده بيتكلم عن عقل الفلسطينيين دلوقتي بعهد اليهود، في الوقت ده عهد اليهود. ايه عقل اليهود؟ بيقول ايه؟ اقتلوا ارمين، ده الحل. ايوه اقتلوا ارمين. طب ده حل ايه؟ مش هتتخرب اورشليم يعني؟ هتتخرب. بقى نبوخذ نصر مش هيحرق ليك اللي هيحرقه. خصوصا ان لو قتلت ارمين ده صديقه اللي اتكلم عنه. فيبقى يعني المخ مش جزمه، 200 جزمه. فهنا ارميا بينصحهم يقول لهم بدل ما تقتلوني اصلحوا طرقكم واعمالكم عشان تكون مطابقه ومشابهه لاراده الله. خلص الموضوع. ايه يعني تشيلوا الاوثان من بلدكم، تشيلوا الاوثان من عبادتكم، تعبدوا ربنا؟ هي دي صعبه؟ انتوا بتفتخروا انكم ليكوا يهوه ليكوا يهوه، طب ما تعبدوه بدل ما انتوا بعاد عنه وعن مليانين اوساد. البلد مليانه اوساد. اورشليم وقتها ما كانش فيه شجره فيها الا تحتها كذا وسن. مصيبه ايه دي؟ صلحوا طرقكم، صلحوا افكاركم، واسمعوا لصوت الرب الهكم. هيحصل الاتي. ايه الاتي ده؟ اللي هو حصل قبل كده من مئات السنين ومئة مرة. ايه يصلح صليب؟ فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. ما فيش وقت فرج حيجي لكم لما تقتلوا ارميا. وانا بعمل ايه؟ وانا بشكيكوا؟ ما بشككوش، انا مع ربنا، النبي ربنا، فبتكلم باللي ربنا قال يقوله. ده عدد 13. فالآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم، فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليكم. طب إله العهد الجديد نظامه إيه؟ نفس النظام. غلط مش كارثة، بس ارجع وتوب واندم وامشي في السكة المظبوطة. الغلط يروح كده. أيوة كده على الله. اثنان صعد الى الهيكل، واحد قال ايه؟ انا لست مثل باقي الناس. ده المجنون ده مخبول ده ولا ايه؟ ما انت زي مين مثلا؟ الالهه نجزون. ها 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 ولا زي العشار ده. انت مالك مال العشار ده؟ بس سيبه. وعشر كل ما اقتريه. طب وبعدين؟ انت متكبر؟ انت مش خاطي؟ انت مش محتاج لخلاص؟ انت بلوى سودا ما خدش حاجة. اتقعد من واحد عشار عشان ده محتقر عند التاني، لسه مثل هذا العشار. العشار ده قال ايه؟ ارحمني اللهم انا الخاطي. المسيح قال نزل الى بيته مبررا. المسيحية بسيطة قوي.
المسيحية عبارة عن إنسان يرجع إلى الله. لا يفرح الرب فرحا بموت الخاطي بل برجوع الخاطي ليتوب. فرح ربنا بتوبتكم يا يهود، طبعا بالنسبة لنا احنا يا مسيحيين. فدي السكة، ده السكة. نكمل لهم الرؤية، لكن أنا لما تقتلوني هتعملوا هتكسبوا إيه؟ بالعكس هتخسروا. ليه؟ بصوا، لكن اعلموا علما أنكم إن قتلتموني تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها، لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم في آذانكم بكل هذا الكلام. لو قتلتموني، طب علشان إيه قتلتموني؟ عشان بنصحكم نصيحة عشان البلد ما تتحرقش، تبقوا مجانين. البلد هترجع لكم تاني لو سلمتوا البلد لمخوز نصر. لو ما سلمتوهاش، هو قال لهم كلام بكل تفصيل في نبوات إرمية، هتتحرق البلد، هتتحرق زي ايه؟ انها زرع تتحرق، يعني العمارة تتهد ولا البيوت تتهد وتتحرق، مش عشان الزرع تتحرق، عشان ما حدش يدخلها تاني خالص ولا ليها فايدة الأرض، وتتساب بور، ويتسابت بور 70 سنة فاش بني آدم. يا رب ارحمنا. لكن اعلموا علما انكم ان قتلتموني تجعلون دما زكيا على نفسكم. دم انا بقى ده اللي هيخلص عليكم خالص. متأثر انا، متأثر شوية اليومين دول لاني قريت آية يعني شوية كده عملت لي يعني صعبان عليا ناس ربنا استخدمني ليهم للخير وهم حاليا في شر عظيم. قريت آية بتقول ايه في سفر الأمثال، نحن بندرسه يوم الأربعاء عند الشيخ عادل، بتقول من يجازي عن الخير شرا الشر يبيد في بيته. يا نهار اسود، وليتها مطبقة. يا ربي ارحمه ارحمه ارحمه، الشر مش هيطلع، قال بايت هناك. ايه ده؟ وللأسف دار معايا كم شخص فعلا الشر بيت في بيته. ليه؟ رفض الخير واتكلم بالشر. عامل دي حقيقة، دي آية في الكتاب. طب من يجازي عن الشر خيرا يبقى العز في بيته، المجد في بيته، لأن دي الوصية الكتابية. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بإيه؟ بالخير. آية كتابية، آية كتابية لازم تتم، ما ليه اللي هيتم غير كلام الله؟ فطاعة كلام الله واو، وعدم طاعة كلام الله زفت. الإنسان يوصل في الزفت تحت، لأن طبيعة الشرير لم تتغير وعايش في كبرياء وفي زهق وعايش في هلولة مجد لنفسه، وفي النهاية إلى جهنم النار الأبدية إن لم يأتوا. طبعا يا ريت، أرجو كل الناس يعني الفجار دول يتوبوا، لكن الحقيقة من يجازي عن الخير شرا يبيت الشر في بيته، ما بيطلعش إلا توبة حقيقية. ربنا أرجو يعمل خير مع كل دول يعني، لكن
لغاية دلوقتي في اللي أسألية من 30 سنة ومن 40 سنة. إيه ده؟ إيه ده؟ هو مش بيسيء ليه؟ بيسيء لأن بنصح بيه. بنصح، النصيحة مش مقبولة. أعمل له إيه؟ هنا نفس الحكاية مع إرمية. هتقتلوني هيبقى ضرب عليكم أكتر. لكن صلحوا طرقكم، الرب يرضى عليكم وتندموا وترجعوا للرب. لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم ليتكلم في آذانكم بكل هذا الكلام. الحتة اللي جاية يعني إن شاء الله ربنا يدينا نعمة في التفسير. يعني إيه الرد الفعل للفعل؟ ما حدش يعرفه إلا ربنا. لكل فعل دي نظرية نيوتن، وهي جايبة من الحقيقة العملية اللي شافها في حياته. يعني لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. نظرية هندسية، دي نظرية إلهية. لكل فعل رد فعل، بس ربنا بيضيف عليها انه لو الفعل ده قبل ما يجيله الرد فعل والفعل ده صلحه الانسان في نص السكه ملوش رد فعل. لا، القدره دي قدره الهيه طبعا، لكن الطبيعه كل فعل دي رد فعل. واحد عمل شر بس يتوب خلص. واكبرها داود عمل بلاوي مش شر، شر مركب مره وشر تاني عد الشعب، والحكم صدر، الحكم صدر عليه وتشال، ما حد اتشال خالص والتاني تخفف. ايه ده؟ ربنا عجيب جدا. فما هو الاجراء المتخذ بعد الفعل؟ نستمر في كارثة، لكن يجي يتغير الفعل برد فعل توبة، يا سلام. ولا كأن حصل حاجة، ربنا كتب. يعني عنده غفران ويريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ما فيش إنسان يتوب لربنا يقول لا أنت عملت وحش قوي. ليه؟ لأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وحشه مش وحشه اي حاجه يطهر منه. بدل لجئ للمسيح يبقى خلاص انتهى الموضوع. فالرد الفعل بتاع الكلام اللي اتقال دلوقتي اللي هو كلام اللي قاله ارميا، فالان اصلحوا طرقكم واعمالكم واسمعوا لصوت الرب الهكم فيندم الرب عن الشر الذي تكلم به اليكم. اما انا فها انا ذا بيدكم اصنعوا بي كما حسوا. اعملوا اللي انتوا عايزينه. يعني الراجل ايه؟ هو بصراحه مش خايف من الموت. الموت هيوصل لربنا بدل ما شايف الوجوه المكشره دي. يشوف ربنا. ده يفكرني بطه حسين لما الجماعه المسلمين كانوا يعني بيشتموا علنا في الجرايد. يعني انا كنت حاضر الاوقات دي، يعني مش حاجه بعيد عني. يعني فكانوا بيشتموا شتائم فظيعه الاسلاميين، يعني ان هو مش ما كانش مسلم طه حسين، ارى الاسلام ورفض، مع انه كعامة اراه كده ازاي بالسمع يعني، وقال دي زباله. فقالوا له يا اعمى انت اعمى وطول عمرك اعمى وقلبك اعمى وعينك اعمى، بيشتموه يعني. قال لهم اشكر الله انه خلقني اعمى لكي لا ارى وجوهكم. فهنا ارمي نفس الوضع، انت وثق انت ايوه عشان مش عايزكوا خالص، انا عايز اشوف ربنا. قتلتوني هشوف ربنا خلاص، مشكلتي اتحلت. مش عايز اتعامل معاكوا خالص. فهو مش خايف من الموت. فقال له ان قتلتموني تجعلون دما زكيا على انفسكم وعلى هذه المدينه وعلى سكانها. الدم هيعم على الكل، لانه حقا قد ارسلني الرب اليكم لاتكلم في اذانكم بكل هذا الكلام. ايه بقى رد الرؤساء؟ راحوا قاموا وجابوا المجانيق وجابوا السيوف وخلصوا على ارمي.
حصلش كده. ما رد فعلهم ايه؟ حاجات في منتهى العجب. فقال الرؤساء، هو انا لاحظ ان هما طائفتين او يعني فريقين، فريق اللي هو الرؤساء وكل الشعب، وفريق تاني اللي هما الكهنة والانبياء الكاذبة. فاللي كان الاقتراع عندهم قتل ارميا هما الكهنة والانبياء الكاذب، لا الاثنين كذابين، دول مش كهنة، دول كل واحد مزاجه بيقول اللي في رأيه في باله، ما خدش مشورة من الله. والأنبياء الكاذب طبعا أنبياء كاذب، فهم دول اقتلوا اقتلوا الراجل، اقتلوا ده اقتلوا ده اقتلوا، عشان ايه؟ يبقى هم انتقموا منه يعني، لأنه بيقول عكسهم، بيتنبأ عكسهم، هم دول بيتنبأوا ضده. وبعدين هم اترفع الأمر للشعب والملك والرؤساء، فكان جم الرؤساء بيحكموا في الموضوع. فقال الرؤساء وكل الشعب كله اتفق، حاجة غريبة جدا، ليه؟ للكهنة والأنبياء، قالوا ليس على هذا الرجل حق الموت. انتوا غيرتوا الحكم والآية وغيرناه، شلناه خالص ليه؟ مش انتوا بشر زي ما دوكم بشر برضو؟ مش انتوا في البلد دي زي ما هم في البلد؟ مش هو رأيه سلموا المدينة وانتوا ما كنتوش عايزين الأول، الرؤساء دول ما كانوش عايزين، ودلوقتي لما يقول لكم تعالوا نقتل الراجل غيرتوا رأيكم؟ غيرنا ليه؟ هم ما يعرفوش ربنا عايز كده، ملهم كده. فجأة لقى بيطلع منهم الكلام عكس اللي هم عايزينه. ايه اخويا دي حاجة بمنتهى العجب. قلب الإنسان بيد الله، وقلوب الملوك بيد الله، مش بس الإنسان. وحيث ما شاء الرب يميل يميل. إيه ده؟ إيه ده؟ الجماعة هنا في أمريكا خبر قوي في جمع الفلوس. وعشان وظيفتي كراعي، فالناس اللي هم اللي يسميهم ايه؟ الكونزيرفاتيف، لو منتخبوا ترامب يعني. فقالوا ده اكيد كونزيرفاتيف، وانا فعلا ممكن يطلق عليا كده يعني. بس ايه بقى، خدوا عليا قوي. فبيبعتوا لي خطابات ممكن تصل ل 40 خطاب في اليوم. خفت دلوقتي شويه الحمد لله. عايزين فلوس عشان يطردوا مش عارف هنري كلينتون لان عليها كذا وكذا وكذا. وعايزين فلوس عشان كذا، وعايزين فلوس لان دلوقتي الحكايه في الكورت السوبريم كورت في مش عارف واحد ضد اثنين ولا اثنين ضد واحد، فعايزين عشان نغلب. ولا اقول كل ده عباره عن رسائل للزباله. ليه؟ لان حيث ما شاء الله سينفذوا. انتوا مالكم انتوا؟ انتوا بتفكرين نفسكم بتنفذوا من الفلوس؟ هي جمع فلوس طبعا، مش ما لا تنفيذ ولا حاجة، لكن فرصة الفلوس. أمريكا تموت في كده الفلوس، حتى ترامب نفسه بيموت في الفلوس. صحيح بيبعتوا لنا جوابات، صلي لترامب واكتب له وادفع كذا، بس مش لترامب، للهيئة دي. كلها للزبالة، كلام فارغ. اللي بيفهم، أنا مش عايز أقول أنا بفهم، لكن أنا في الحتة اللي بفهم، اللي بيفهم الله ممسك كل شيء بيده، يحرك قلوب الملوك كجداول المياه. اللي عايزه في الانتخابات جاي هيحصل، زي ما اللي عايزه في الانتخابات اللي فاتت حصل. وان كان اراده الله ان امريكا تصلح العالم هيعملها ربنا، وان كان راي الله انه هينهي العالم هينهي. مش الفلوس اللي هي ماده مادة الشغل يعني. ربنا يرحمه. طيب، ففوجئ الناس كلهم ان الرؤساء وكل الشعب قالوا للكهنة والانبياء ليس على هذا الرجل حق الموت، لانه انما كلمنا باسم الرب اله. انتوا
انتوا صدقتوا على كلامه ولا اه صدقنا؟ ده مين دول؟ ده الرؤساء الكبار. واو ايه ده؟ طيب هقول لكم هنا شاهد في العهد الجديد يورينا عمل ربنا. أعمال الرسل 5:34 أعمال الرسل أصحاح 5 وعدد 34 ده في محاكمة الرسل في أوائل سفر أعمال الرسل. كان بيتكلم بطرس يعني خلينا من 29 فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. قال لهم ما تتكلموش عن المسيح، هذا رفعه الله إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. حصل إيه بقى في 33؟ فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوه وقتلوه. لا ما قتلهمش. ليه؟ نشوف عدد 34. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل. ده مين كان اللي متعلم منه ده؟ ده بولس او ايام شاول، ما كان اسمه شاول، غملائيل ده. ده وصفه معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب. شوفوا الوصف الراجل ازاي ده اللي كان استاذ بولس. استاذ شاول مش بولس. وأمر أن يخرج الرسل قليلا ثم قال لهم، بيتكلم على المجمع بقى، أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا إذا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس. احترزوا ليه؟ ده شوية زبالة بشر، شوية صغيرين، وده منهم حد متعلم ولا يعرف حاجة عن التوراة. احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأن قبل هذه الأيام، راجل بتاع تاريخ وبتاع دين، قام ثوداس، فعلا قام الشخص ده، ما بيكذبش هو، قيل عن نفسه إنه شيء، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعدي قام يهوذا الجليلي، ده في أيام الاكتتاب. الاكتتاب ده له أيام مين؟ أيام ميلاد المسيح. يعني من حوالي 30 سنة أو حاجة و30. وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد. يا أخي كلامك زي العسل. يا ما شفنا عمل مشاريع كبيرة، الكنائس كبيرة مش من ربنا، مفيش، العمل خلص خلاص، راح ذهب مع الريح. العمل خلص لأن مش من ربنا. وإن كان من الله وفي عمل ثابت، مع ان جايز الناس كلها ضده لكن ثابت، فلا تقدرون ان تنقضوا. يا خبر، احنا نقدر كل حاجه؟ ما تقدروش، لئلا توجد محاربين لله ايضا. الله هيحاربكم. ارتعبوا طبعا. الله يحاربنا؟ ايوه، لو كان ده من الله الله يحاربكم، لانكم واقفين ضد الله، الله ضدكم. انقادوا الى صح، معك حق، احنا
مش متأكدين إن المسيح ما قامش، مش متأكدين يعني هم عارفين إنه قام، رئيس الكهنة عارف إنه قام، الحراس بتوع القبر راحوا، رئيس الكهنة قام، فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. عدد 41 يقول إيه؟ وأما هم فذهبوا فرحين. فرحين على فكرة تعني إن جلدوهم جلد خفيف، لأن ما حدش لا صرخ ولا تقطع هدوم ولا بتاع، يعني كده إيه هزار، لأن هم في نفس اللحظة مشوا فرحانين. طبعا فرحانين إنهم يهنوا أجل المسيح، لكن ما فيش أضرار تخليهم عايزين يتعالجوا من الجروح يعني. وفي جلد، في جلد خفيف. السودان لما بيجلدوا زانية بيبقى جلد هزار قوي يعني، ولا بتصرخ الزانية خالص، تخ 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 خلاص يلا، لأنه مش مؤمنين بالجلد نفسه، لأن كل اللي بيجلدوها زناية يعني مش واحد منهم بريء يعني. فهكذا رؤساء الكهنة هم مش بريئين بيعملوا كده، ولا هم متهمين الرسل. ف يعني مش مكتوب بريء، لكن ده تخيلي يعني. فذهبوا فرحين وبينادوا بالرب. اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانه حسن مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه بالجلدات اللي خدوها دي. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. نرجع تاني بقى لإرميا 26. إرميا 26 يا سيدي، عدد 17 اللي احنا فيه دلوقتي. فقام أناس من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين، وراحوا جابوا لهم حاجة من العهد القديم. ده ايه ده يا اخواتي اللي قالوا كده؟ مش الرؤساء اللي هم الرؤساء والشعب اللي قالوا للكهنة، ده ناس تاني طلعت. نلاحظها على 16. فقال الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء، ليس على هذا الرجل حق الموت. فقالوا لا مش هروحكم بالموت، لأنه إنما كلم باسم الرب إلهنا، وأكدوا إن كلام إرمي ده باسم الرب. بعد كده بقى، فقام أناس من شيوخ الأرض، دول الناس الكبار في الأرض، الشيوخ كانوا بيحترموا زمان أكثر من دلوقتي. ليه؟ لأن الشيوخ بيبقوا أقرب للعهد القديم من الشباب، من الشباب، فبيقولوا كلام يعني في ذكريات 70-80 سنة، فيبقى عندهم فكرة أكتر من الشباب. فقام شيوخ بقى من شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين، إن ميخا المرشتي، وحنقراها دلوقتي النبوة دي، إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا، هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا؟ ما قتلوش. حزقية ملك من أشهر ملوك يهوذا، هو يوشيا يعني، واحد شيوخ بيتكلموا على زمان، ويمكن كان قريب من ملك حزقية، وقالوا لهم ده واحد قال هتفلح، يعني الأرض المحرقة تدخل فيها، بدل البيت يتحرت يبقى ولا حاجة. وما قالش حزقين سلموا للموت. فطبعا ده تأكيد للكلام. هنقرا احنا ايه؟ ناخد ميخا 1:1 وميخا 3:12. ميخا 1:1. عموس يونان ميخا.
عبادية ونال ميخا. فاحنا ميخا واحد واحد، بناخد ميخا 3 12، ميخا واحد واحد، ده بس ذكر ميخا يعني. قول الرب الذي صار إلى ميخا المورشتي في أيام مين؟ يثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. يثام ده يعني ملك نص نص، أحاز ملك شرير جدا، حزقية ملك مبروك جدا. أيام الثلاثة دول هنا بيتكلم على أيام حزقية ملوك يهوذا للذراع على السامرة أورشليم. نيجي بقى لميخا 3 12، لذلك بسببكم، دي نبوات ميخا، اهي ميخا 3، تفلح صهيونك حقل وتصير اورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. ايه جبل البيت شوامخ وعر؟ يعني فوقه لا شيء. وعر فاضي، بدل ما كان فوق عمارات وفوق هيصة، ده جبل البيت، جبل صهيون بقى فاضي لأنه كله اتهدم. فهنا نرجع بقى لإرميا 26، بيقول بقى إيه في إرميا 26، ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن صهيون تفلح كحقل وجبل البيت ده، وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شامخ. نفس الكلام، هل قتلا قتله حزقية ملك يهوذا؟ لا. وكل يهوذا؟ لا. ما العمل إيه حزقية؟ ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم، فنحن عاملون شرا عظيما ضد انفسنا. طب النبوه دي اتقالت امتى؟ اتقالت زمان، مش معاصره حزقية قبل. احنا هنا وصلنا لعيال يوجيه. يعني مده بتاع 200 سنه مثلا. وده يفكرني بكلمه لذيذه جدا 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 جدا: ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثيره. ده قرار خده حزقي من 200 سنه، نقول ما اعرفش بالظبط كام، من 200 سنه مثلا نقول كده، اتنفذ بعدها 200 سنه. ما تقتلش ارميا، ده يا اخويا ايه اللذه دي؟ ايه اللذه دي؟ كلمه الله تاتي بفعلها حتى بعد 200 سنه. كلام اللي بيتكلمه إنسان بوحي إلهي، نصيحة إلهية، كلام الرب في فمه حي إلى الأبد. طب إحنا بيننا وبين حزقية كم ألف سنة دلوقتي؟ ما يتعدوش. لكن الكلام باقي معانا، مسطر في كتاب مقدس، إن يعني الإنسان يصلح طريقه مش يقتل النبي اللي بينذره. لا لا، هذا يتكلم بكلام الله، سواء في الوعظ في العهد الجديد يعني أو في التعليم بأي صورة من الصور. اسمع الكلام، مش تقتل الشخص اللي بيكلمك، ما تسدش ودانك وتقتله، غلط. اسمع الكلام ونفذه، تبقى أنت إنسان حكيم بتفهم، وبذلك تكون لك حياة أبدية. طيب احنا إرميا 26 نرجع له تاني، وندخل فين؟ احنا قرينا لغايه عدد 18 و19. 19 بيختموا: ألم يخف الرب وطلب وجه الرب فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم، فنحن عاملون شرا عظيما ضد انفسنا. وبعدين عارف لما واحد يتكلم كلام ربنا وربنا عايز يأكد الموضوع، يجيب لنا حاجة منسية بعيد قوي، في نفس اللحظة افتكروها وقالوها. ايه الحكاية دي؟ وقد كان رجل ايضا يتنبأ باسم الرب، وده
اعتقد مش مذكور في الكتاب، يعني حدث بس اتذكر هنا بعد ما تنبأ من زمان. هو اسمه أورية بن شمعية من قرية يعاريم، فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرمية اللي قاله دلوقتي. إرمية ده معاصر لينا. التاني ده قال كلام هو شبه الكلام ده. وحصل إيه؟ لما سمع الملك يهوياقيم، يهوياقيم ده من أشر أولاد يوشيا، أشر واد فيهم يهوياقيم، ده قطع الكتاب المقدس ورماه يتحرق. عشان كده هو دلوقتي في الهوية بيتحرق. مين ده؟ الملك يهوياقيم، مع كل الموافقين على العمل اللي عمله ده، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه الأرض بكل كلام إرمية. ولما سمع الملك يهوياقيم وكل أبطاله وكل الرؤساء معه، طبعا قوة قوة، ده ملك كان جبار، حتة جبار في جهنم، أو لسه جهنم ما اتفتحتش، في الهاوية يتعذب الآن. طلب الملك إيه؟ أن يقتلوا، اقتلوا الراجل ده. فلما سمع أورية خاف وهرب، عارف يقيم يعملها، جبار، وهرب وأتى إلى مصر وقتله فعلا. هجم الثلج. فارسل الملك يهوياقيم اناسا الى مصر، مصر الناثان ابن عكبر ورجالا معه الى مصر، فاخرجوا أورية من مصر. ده مش مذكور قبل كده، ده اتذكر هنا بيفكرنا بيه، عشان لو حصل الحدث ده هذا يفسر لنا العذاب اللي احنا هنشوف يهوياقيم فيه، انه اصر انه يقتل النبي حتى لما هرب وقتله. فارسل الملك يهوياقيم اناسا الى مصر. تم ليه يا رب ما حمتوش؟ لان وقته جه، مش معموش عشان يهوياقيم غلب الرب، ما حدش يغلب الرب خالص، هو ربنا اراد له ان يموت هذه الميتة البشعة لكي يكلل الاكاليل الكبيرة فوق. دي حاجة ممتازة، يعني حاجة ممتازة. هو المسيح مات ازاي؟ ميتة بشعة ولا ميتة ديسنت؟ يعني بشعة جدا. فكل ما تكون الميتة بشعة يبقى الواحد شبه المسيح، وحد طايل، وحد طايل. فأرسل الملك يقيم ناسا إلى مصر، النسار بن عكبور، حتى ذكرهم باسم الرئيس يعني، ورجالا معه إلى مصر، فأخرجوا إلي من مصر. لاحظوا أن سليمان لما يربعام بن نباط هرب منه لمصر طلب يقتله، ملك مصر ما رضيش يسلم يربعام بن نباط لسليمان، مع ان سليمان متجوز بنت فرعون. يا خبر ابيض، خزي سليمان، مش هديهولك. ايه ده؟ ده انت حمايه، انا هدور على حماك، انت خربان. حسب ما انا زي ما فاكر انه يعني اداله بنته الثانيه، يداله واحده قريبته الملك بتاع مصر فرعون، عمل كده معاه اللي هو عدو سليمان، لغايه مات سليمان رجع وخد الملك من ابنه. واو، عشان انت يا سليمان خربت، خربت، بنيت بيتي وبعد ما خلص البيت ومالت قلوبك ورا النسوان يا محمد عبد الله الاول، مع انك مؤمن وكتبت 3 أصفار في الكتاب، مشيت ورا الستات بشكل رهيب لم يسبقك احد ولم ياتي بعدك احد، 1000 واحدة، وعبدت 1000 وثن، الا لو 2 بيعبدوا وثن واحد يبقى نقص واحد. ايه ده؟ واقمت عباده الاوثان دي على الجبل اللي تجاه الجبل اللي بنيت عليه بيت الله. ما
معرفش ربنا بيبص لسليمان ازاي، صعب جدا. طبعا انا ساكت لان هشوف السما سليمان، بس ايه ده ايه ده؟ ليه انا متاكد اشوف السما؟ ربنا قال كده، ربنا قال كده داود، وعارف ان سليمان هيتعوج. قال له مش هخلي زي اللي قبلك، اللي قبلك انا نزعت رحمتي منه، لكن مش هنزع رحمتي عنده، هخليه في السما. بس غلبان طبعا قاعد مع ايه، مش عارف في تراب في السماء كنسوه ولا ايه، ما اعرفش. لكن فيش ما فيش في المراكز بتاعت الملوك خالص. جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. فأخرج أوريا من مصر وأتوا به إلى الملك يهويقيم، زي ما حرق كتاب الله، فضربه بالسيف وطرح جثته في قبور بني الشعب. 24 ده عن في ملوك الثاني، 22 من 12 ل 20، ملوك الثاني 22. ونختم دراستنا النهارده. هنا عن الملك يوشيا اللي هو أحسن ملك حدث في إسرائيل. أول ما سمع الملك، عدد 11، فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه على طول على طول. مين يوشيا ده؟ أبو يهويقيم، أبو الشرير ده اللي بعت يجيب الراجل اللي هرب منه عشان يبهدله ويقتله. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقية الكاهن وأخيقام ابن شافان وعكبور ابن ميخا وشافان الكاتب وعساية ابن الملك، قال اذهبوا اسألوا الرب من أجل روحوا لمين؟ لخلد النبي. إيه حكاية هنا؟ جاب شافان هنا إيه؟ هو اللي رحم هو اللي رحم، كانت يد أخيقام ابن شافان. أخيقام ابن شافان كانت مع إرميا حتى لا يدفع ليد الشعب ليقتلوا. مين إرميا ابن شافان ده؟ قصدي أخيقام ابن شافان ده اللي هو شافان كان مع الملك يوشيا. يعني تحس كده ايه، الدنيا دي ربنا بيخططها من فوق، وهو عارف اللي هيحصل لغايه من الابل للازل، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله، وبيخصص شخص لينقذ انسان ان كان في خطه الله انقاذ هذا الانسان من الموت، وان كان مش في خطه الله يبقى يموت. انت مش غلط، هو الموت هنا يودي جهنم، ما يوديش جهنم، ده الموت هنا يا السماء يا جهنم. يعني عشان كده يعني سامحوني، يعني واحد مات وراح السماء ده نبكي عليه كم ساعه؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش يبكوا عليه كم ساعه. هو بنبكي بس عشان ايه؟ بيوحشنا. ممكن بيكون بيوحشنا انانيه بصراحه يعني، لكن لو فكرنا فيها ان هو مع الرب الان، الرب الآن، فلا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. حزننا يبقى يعني مدعم بالإدراك الروحي أنهم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. ربنا ماسك كل حاجة، كل حاجة، ما فيش حاجة بتحصل إلا الرب عارفها ومخططها ودارسها ولخير أولاده، لأن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم حسب قصده. ولإلهنا كل المجد للأبد آمين. أخونا جورج يجي لنا ويختم لنا الاجتماع. شكرا يا حبيبي.